حول شاب سعودي هوايته إلى حرفة يمارسها في ورشته الصغيرة في المنزل. عبد الرحمن قرر ممارسة النجارة ومزجها بالألوان، وهو يقول أنه لا يمانع تحويل هوايته إلى عمل دائم. التفاصيل ضمن تقرير الصباح. عبد الرحمن تخرج من الجامعة قبل سنوات بتخصص الهندسة الميكانيكية، لكنه فضل أن يتبع هوايته في تشكيل الخشب وأعمال النجارة. علاقته بهذه الحرفة بدأت رسميا منذ أكثر من 4 سنوات. بدأت تقريبا من 4 سنوات، كانت في ورشة صغيرة بالبيت، غرفة واحدة يعني، والآن توسعت شوي كلستل لنا ورشة شخصية يعني، ما زالت بس إنه مكان أكبر ويسمح لي أني أشتغل قدرات أكثر يعني. للتقنية مساحة في عمله، فهو يضع كافة التفاصيل التي يريد نحتها على القطع قبل أن ينتقل لمرحلة التنفيذ على هذه الآلة. وللألوان مكانة خاصة في هذه السلسلة، ورغم صغر مشروعه فإنه لا يرى ما يمنع أن يتحول ما تصنعه أنامله إلى علامة تجارية. أنا داخل أكثر كمجال عمل، ومستقبلا مفكر فيها ومخطط لها إن شاء الله أنه تكون شيء يكون له مردود مالي ويكون كبزنس أصلا بعد، بحيث أنه خلاص تستغني يصير هو بزنسك الأساسي اللي شغال فيه أنت يعني. وبين الانتقال من الميكانيكا بتعقيداتها ومعادلاتها الفيزيائية إلى النجارة وتشكيلاتها الفنية، تتواصل مسيرة هذا الشاب خلف هوايته. رغم ضيق مساحة هذه الورشة وبساطة المعدات الموجودة فيها، إلا أن عبد الرحمن يؤكد بتجربته أنه بالمثابرة والصبر يستطيع المرء المضي بعيدا في تحقيق أحلامه وآماله. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.